السلام عليكم. معانا النهاردة سورة القصص، تدبر سورة القصص، وهي سورة مكية. وزي ما احنا متعودين ان السور المكية دايما بتتعلق بالعبودية وبتتعلق دايما بالامور القلبية والامور العقائدية. عدد اياتها 88 اية. اسمها سورة القصص، وده لانها اتكلمت على قصتين محوريين في السورة دي، اللي هي قصة فرعون وقصة هارون. طيب ايه العلاقة بقى ما بين اول السورة لاخر السورة؟ اول السورة بدأت بوعد الله لأم موسى ان هو هيرجع لها ابنها وهيبقى رسول منصور بإذن الله، واوحينا الى ام موسى الى اخر الايات، وهي اية 7، وختمت بوعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم انه هيرجع منتصر تاني لبلده، ووعد طبعا الله حق وهو نصر او لاوليائه سبحان الله. وهي الآية 85 اللي هي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد، وده لآخر الآيات. وده ليه بقى؟ يعني إيه يعني العلاقة دي، فكرة الوعد من الله ده؟ علشان اللي بيقرأ السورة المباركة يعرف ويبقى عنده يقين جوه قلبه إن وعد الله حق، وإن قضاء ربنا سبحانه وتعالى حق، سواء شر أو خير. وفي الآخر هو بيبقى شر من وجهة نظرنا، لكن هو في كل الحالات هو خير لينا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يتمنى لنا إلا كل خير. المحور الرئيسي بتاع السورة هي الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. ازاي ان احنا نثق بكل الوعود اللي ربنا بيقولها لنا، نثق بوعد الجنة، نثق بالوعود اللي ربنا بيتيحها لينا في خلال السورة او في عموم حياتنا. المواضيع الأساسية بتاعة السورة الكريمة، السورة تناولت أربع مواضيع أساسية. أول موضوع زي ما قلنا إن في قصتين مهمين جدا، فأول قصة هي قصة فرعون، وبعد كده قصة قارون، وبعد كده تأييد أو الوعد بتاع رجوع الرسول عليه الصلاة والسلام للبلدة بتاعته ومنتصر اللي هي فتح مكة. طيب قصة فرعون اللي هو الحاكم الظالم اللي ربنا اداله سلطة واداله حكم، لكنه تكبر على امر الله سبحانه وتعالى ودعوته، ومش بس كده ده صد عنها وحارب اهلها وتوعد لهم، ومش بس كده وده كمان يعني ادعى الالوهية، وده كان من الاية 20 للاية 43. نيجي بعد كده للقصة التانية، وهي قصة قارون. ربنا بقى اداله مال ونفوذ، ويعني يقال مال قارون، يعني مفيش حد كان عنده فلوس زي ايه زي قارون، تمام. لكن هو نسي مين اللي اداله النعمة دي، وكفر بيها وما تقبلش كلام ربنا، وما تقبلش النصح، وما تقبلش الهداية، وأنكر فضل ربنا سبحانه وتعالى، فربنا أخذ عزيز مقتدر. وده كان من الآيات 76 ل84. الموضوع الثالث، وهو زي ما انا قلت من شوية، ان هو وعد الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام انه هيرجع تاني بلده مؤيد ظافر منتصر، وهو فتح مكة. اخر حاجة خالص بقى، او اخر موضوع تناولته الايات الكريمة او السورة الكريمة، توحيد الله سبحانه وتعالى والتعلق به وحده، لانه هو وحده القادر على كل شيء، وهو وحده قادر انه هو يا اما يفنينا يا اما ينصرنا باذنه سبحانه. من الفوائد واللطائف الجميلة برضو، أربع فوائد أساسية في السورة المباركة. رقم واحد، من الموافقات العجيبة في السورة المباركة تشابه قصة موسى عليه السلام وقصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حد كبير، لأن سيدنا موسى خرج من مصر إلى مدين، ثم رجع إلى مصر بعد 8 سنوات، والرسول عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكة فاتح مكة بعد خروجه ب8 سنوات. فسبحان الله، السورة المباركة اتكلمت على يعني تحديدا ذكرت سورة سيدنا موسى للتشابه وللسلوان للرسول عليه الصلاة والسلام، انه انت راجع زي ما موسى رجع مصر بعد 8 سنين، انت كمان هترجع مكة بإذن الله، برضو رجع بعد 8 سنين. والفائدة التانية ان الكريم يعطي دائما حتى في وقت الشدة والمحنة والحاجة، كموسى عليه السلام
ويعني خدمته للمرأتين اللي هي 24. يعني سبحان الله سيدنا موسى خرج من مصر وهو يعني منكسر وحزين ولكن ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب تاني وهو باب مدين، وتزوج بنت سيدنا شعيب ومكث مع سيدنا شعيب واتفتح له باب تاني، وطبعا غير ان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بالنبوة بعد كده. رقم 3، الحياء من أعظم ما توصف به المرأة، ومن أعظم فضائل النساء الحياء في كل شيء، في اللباس وفي الكلام وفي المشي. وده طبعا المشهد اللي كان بيحكي قصة سيدنا موسى مع بنت سيدنا شعيب وهي يعني عندها حياء، وإزاي إنها وصلته لأبيها. ده المشهد اللي حكاه من 25 ل 26. نيجي بعد كده رقم 4، ويقال طبعا ان كانت بنت سيدنا شعيب كان سيدنا موسى هو اللي ماشي قدامها، وكانت هي بترمي الحجر عشان يعرف هو ماشي يمين ولا شمال وهكذا. رقم 4، الفائدة الرابعة، لا حرج على الرجل ان يخطب لابنته، اللي هي اخطب لبنتك، فكرة اخطب لبنتك، لان سيدنا شعيب خطب لابنته لما لقى انه سيدنا موسى امين وقوي وهكذا، طالما وجد لها كفءا صالحا، يعني لو في حد صالح يعني، بل لا ينبغي ان يفوت على ابنته هذه الفرصة. ده كانت الآية اللي هي 27. وبكده يبقى احنا خلصنا التدبر السورة الكريمة، والله اعلى واعلم. وزي ما بنقول كل مرة ان التدبر ده من اول مرة اتدبر القرآن لفضيلة الشيخ فهد سالم الكندري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.